ننذر فيديو يونس هسه نحكيكم على تفاصيلها. وانطونا الموبايل خلونا احنا نصور حتى يصير صوت واضح وصافي. حبايبي السيارة هذه فتشي قنبلة، بس تونس وباوع النظافة، السيارة مكفولة من الصبغ حتى الدعاميات مالتها بدون قطرة صبغ، كلها بلادية، رقمها سليمانية وباسمنا S600 يعني 12 سلندر S600. هذه تجي اوردر مواصفات رئاسية، يعني بس ركز لي على هاي اللقطة يا الحبيب. شوف مشكلة، دنيا ظلمة مو كلش واضح، خلينا نشغلكم الانارة الداخلية ونشوفكم. ايه بنحكي نقول جام ايش اسمه العفو بوب شفط وهاي السوالف، يعني حين قرضت بالمرسيدس متجاوزهم، باع السقف مالتها شامو ونوعية الجلد مالتها وريحة السيارة حاليا، بس جنات المرسيدس دا توصلهم الريحة عن طريق الفيديو. حبايبي هذا الويل مالتها اللي يتحمل 6 طن مدري اكثر، طلعت على تقريره مخصص للسيارات الدرع، سيارة مو درع بس كويل دا احكي، مخصص للسيارات الدرع، هذا لا ينطعج ولا رايحة ولا جاية، مثل ما تشوفون باوع كلها دقم سيارة، مواصفات رئاسية وتدفئة وتبريد ميموري مساج إلى آخره. مثل ما قلنا السيارة مكفولة بدون قطرة صبغ من الدعامية الأمامية إلى الدعامية الخلفية، علما أن موديل السيارة 2006، بنظافة الشركة بريحة الشركة بطعم الشركة. خلي نفتح البنيد مالتها ونشوف المحرك، انا اقول نطفيها على مود، والله خليها مشتغلة على مود تسمعون صوت المحرك وتشوفون محركها الجبار، تقول ما الطيارة. هنا عندك 6 بساتن، هنا عندك 6، ومثل ما تشوفون الفي منها 4 محركات مال كوريا ومنها 4 محركات مال سيارات كوريا. شباب حتى يعني شو احكي لك، برغي اذا لقيت بالسيارة مفتوح اخذها وروح ببلاش. عشت ما شاء الله، طبعا قامت تمطر واليوم جمعة، الصلاة على الرسول الكريم. عادة المعارض اللي بسليمانية تعزل، اني حتى الجمعة مفتح. خلينا نطلع بالسيارة فرة نستمتع بيها ونشغل النايت فيجن الرؤية الليلية ونطلع نفتر احنا وياكم. هذه نظام الجقات مالتها يختلف لانه يجي هيدروليك مو تشوبلس، انسى يعني طسة وانسى كل شي بيها. حقيقة بالسياقة مالتها فشي رهيب. عشت يا الحبيب، وين ما تروح اللوجو مال بي 12 موجود. طسه ماكو بهذه السياره، وخصوصا من تستدير هسه مثل هيك لوفه ما تميل السياره نهائيا، لان نظام الاكتف بودي كنترول موجود بها فعال في هذه السياره، لان جقات السياره مو هواء، نظام الهيدروليك صدق يعني نظام الاكتف بودي كنترول موجود بيها، او الماجيك كنترول اللي هو راس الدجاجه يسمونه. فيا حبايبي السياره هذه انطيها بحاله الوكاله وكل شيء على وضعيه الشركه، ونخش قبل المعرض والسياره تمسخت بالمي، بس مو مشكله فدولكم. المهم اصور لكم اياها باحلى واجمل فيديو على متطلع على تفاصيله كامله، والسعر راح يكون 38,000 دولار، والسيارة مثل ما قلنا عنوانها سليمانية ورقمها سليمانية. أخوكم عدي للسيارات.